ويلكم يوتيوب، ورجعنا لكم بفيديو جديد. فيديو النهاردة هنتكلم عن شخصية أنا كنت بحب أشوف فيديوهاتها جامد جدا. يعني شفت لي فيديو واحد بس كان متأرشف أو فيديوهين، فالعامة الفيديوهين دول حسيت اللي هو شخص كده جديد على اليوتيوب بيعمل حاجات حلوة، بيعمل رياكشن غير أي رياكشنات اللي أنا بشوفها من أي شخص تاني يعني. فالشخص ده اسمه محمد وهبة، وشهرته وهبز. وبعد لما لقيت القناة طبعا كلها ما فيهاش ولا أي فيديو، أنا دخلت على القناة ما لقيتش فيها أي فيديو خالص، فدخلت قلت أشوف في إيه. ببص لقيته نزل فيديو وبيقول خلاص رسالة لليوتيوب في مصر، القناة بتاعته هتتقفل، فهو كان عايز أي حد يلحقه قبل ما القناة تتقفل. القناة كان عليها سترايكين، هو بيقول إن الفيديوهين دول ما فهمش مثلا اشخاص بتتابع عليهم، او يعني الفيديو 100% بتاعه. فهي المشكله ان هو خاف لو نزل اي فيديو تاني وجه على استرايك كده خلاص القناه كلها هتتقفل. حتى حصل الكلام ده، حصل الكلام ده حصل بالظبط مع اخويا، بس جاله 3 استرايك في وقت واحد بدون اي داعي، يعني ليه ما نعرفش. هو حتى قال ان شادي سهول، واحد بس قال ان شادي سهول هو اللي عمل كده، وكلم معرفش ايميل حكومي يخلاه يقفل له فيديوهين، او يعني عشان يحذره كده. وده حصل بعد ما نزل الفيديو اللي هو اتريق عليه علشان سوبر. طبعا ما اتريقش، يعني هو وهبز من الشخصيات اللي هي ايه بتنتقد. اللي هي بتنتقد ازاي؟ لا، ما بتنتقدش الاشخاص، تمام، تنتقد المحتوى. يعني انت محتواك بتعمل محتوى كذا، انا طالع انتقدك عادي ومفيش اي مشاكل، وعادي بتكلم بهزر بدردش عادي، لكن مش للدرجة اللي انت تقفل لي القناة. وهو حتى انا دخلت وكتبت له، قلت له لازم تعمل بسرعة كل الفيديوهات بريف، اللي هي بريفايت يعني، عشان ما يحصلش اي حاجة في القناة وتلحق نفسك قبل ما القناة تقفل. عامة هو وهبس عمل قناة جديدة، وانا حبيت ان انا ادعمه، وعشان ده مش شخصيات صراحة اللي هو بيحاول يتعب وبيضحكنا يعني، حاجة طبعا أنا بحبه صراحة. فبس قناة وهبس تحت في الديسكريبشن، اللي حابب يشترك فيها وياريت كل الناس تدخل تشترك فيها، واللي ما يعرفوش يدخل يعمل له اشتراك، هو هيبدأ ينزل فيديوهات أحسن من أول، وإن شاء الله يعني تستمر يا وهبس، وكلنا معاك وكلنا هندعمك. بس كده، أنا كنت حابب أدعم وهبس في فيديو خاص لوحده. ربنا معاك يا وهبس.